كرة وعرا وبنعكسن دراهان تيم با يفيارتا هودا نقل حدي داي ومركلا اي برامج كان فاقدا دوررك قضبضا دوررك انا كوما غلي دونتان وحاكم دا حقاقا فانا يدولد مصر ايا كلاس حدي سانا من التري او ادو علوس يدولد يدولد يتوبي ارنتا سياكيقا دي ولا اي والبهار يقبي هام بس لحيا وين وكيم دا دولد يوهقا من يا دكتور ابي احمد فارا يا مركي هرب الله تعالى كتجعل ما يسيد دكانا كيف قلنا هذه السببا جب يهانا وجد كده وأنا حكم كقبضة تو أيضا جودة هان دكان كأحمر ذا يكسر على ين دكان لك كلا دوان أو جامعها لي سورة تجاية سدوك الرئيس الوزراء حتى الكي توبيا دكتور أبي أحمد أيها هنجبات أدعوس هذا عمر يدرد يتوب أنه دولدة جبوتي يضي دولد الجبوتي أرنتا سيكون نقطي في الانواع ورلوكا أولا نف يكاد راقا دولد ديان كالصومالي دا عفايين كودا عطاني هير موغي أيا هودا أمري وضي دا قماتكا دوال لو دابول دورا مقالا دا دي السببا عاصمة دا دلكا يتوبيا يكا قيب قل دورا وحلوكو ماغا عداري ناشنال ديلوغ أما شروعي لها قرانة دلكا يتوبيا إنا يقضي كاستا اي ميل كدي وانجلين دونا تاريخ دونا اي حسي دون مالينا المانتا اينا لسكولا حساب تبي دورو يضي عرين تاسي قبيا حامبا وضي اشا دور الدقان كاسو مالي دا اي كوابورت عبسي ينا قبيا حامبا لهيري دونين وضي كاسو العمو قل دونا شروا وينا هاقرا ما دام اي قبيا حامبا قروه دا معارضكا اي دور الدقان كاسو مالي دا اي قادعين سياسة دا قود الدقان كاسو مالي دا اي قصن اي دون مدحوين ها الدقان كاسو مالي دا وجاية جاها ورر اي ورع عادو بلارن يبي حنا دولة إثيوبيا يكون قصتي مصطفى يرو كيرا صومالي مدايس معارض يا محافظ با كرا قيب قرشا جروينها قرنا كدا عيادي السببا حرد أيانا عادو عكرنا يضو لقا بقا يين دولة ديان كصومالي دلقا قدا واقا جم هذا هو بيسن وقب يحان بكا دقال قلت ديان دا سي سيدوكا دولة الصومالي يا قاديس كلابوين آدو عروس ودنك هرمالين تعيدا مدا يد اسمها يسخدو بردك دولكا يدوي دولة بدن أي سوين وحما ذين بالي حولها أي صوماليا كسعته دولة حقو حما ذين اسمها الصوماليا يقو أن أدعك قادر أيانا هو قانك دولة فضر عالك يالا شاكي درالك لمبر وانك كا السنة وين وعقا جيدية أما كسوهر جيدة اسمها الصوماليا كميتا دولة يوكي سيدوكرا مركبكي يبي هامش دال بارستا يا صوماليا شدالك كسو ساري لها دبال دقيديسي ايا كدعيا مقالة مغدشو بسوكو كسو ناغي دالكاسي تركيغا كنو سو جرى عنايا مقالة مغدشو قدو بلاسي وقدو بكرو فافا سريا وركي نكويا قينا برامجك وحيقرا قيب قليا ساحيب كي قولي قولي وصودو وحان تغينا برتمها الدقان كأحمارة يا قوبت وهرع يا الدقالكو يا هوغي وبايدو اي كتاقنتي إن وحفل الإسكولة كالحرين الجبكة يقحونا ونقطة السردقة والدقانك أحمارة دقال إيها ندى فانو إدقال كحوقن كجرة وحي قادين ريكور وين بيجبين دولد مصر أي هشيس لقلن هشيس كاسي وحالو شاقل مدينو يا حكومة دا أبي أحمد عبسوين كوابوري بعدان إنما كان مركي هرابا وهو بلن قعانتو دا كجري أي هوكي دولد قعانتو كريان كنا دقال قليل هوكي دولد إيا هوكا لو مركي هرابا لو تاغ لا اميل اي كيرن اي دولدو اي كو جاورسن حتى مد لو ودا دنيي هي ايا لا غلن او نمنكن فانادا يا دولدا مصر اي حتى اي صبر برت اي سو افيسن ايا سوفها اي دولدا ايتوبيا اي ما قلنكا كو دوغتا اني هوبينايسو كو بدن اي كون جنس ما دام لو فانو ان استراكيل بدن دبلوماسيين ادونك كولا فيرستن او تاغدا فان رادينيا ليداي دولدا اي ما مال جلنيان اي مصر اي السودان اي الصوماليا أي نمبر 1 أي كأهين مركز هوشن أي كل تقدير فارو ملقيه ما إني واحد وين كبد الشو حالتي أكريد الدرجة تيجي كده بحكم كوبا ووريجو أما تقارن أنا هذا صعدة هراجة هو كدر إنك عند الكاسي بس ده ما سنت هاي نوارون جماد فانو وحيد شتاجر عدو بلارن وحيد الكل هنا يساعدوا ولا ده هاي لتريا سومالي يا مصر ولي با دقالها كاشكا ولا بحين دون سيدا حدولو دا بحين دون تو مصر وحسيدا ارتاين ساند ملتري وقارا ان دولو دا نمكا معارض كا فانو اي سومر سيدو دو دلك الاتريا وحين الشاقل ان هوب كاسي ونغن دون الجوكتو
بالبل بنهوب أنت أوبهذا هنا بحدود مصر سلام كان جبوين لجارسين دونا أبي أحمد الإمام الكيسة تاسنا ما بده هذا سعطاء رار مرة كل دون أي دخان لوج يستي عيد ماذا أي ذلك إثيوبيا أو كذا قال ما يقبل كام حردة مرك حالة فراها أي كبح ذي أبي أحمد الإمام الكيسة الجهورة الحلوس أي دريم يا ما دام جب هذه لوج فنجرين أيو إن نعيدنا اللي جوجو حد دريم كرتا إن دمان وتبذا كوار لسن كي مرك لقى رأيوا أنت قال إني عدو ليهين دولة إثيوبيا تاسنا واحد جبك كوسي سيدي أبي أحمد يني جبك يعني روشك أيو كذا أنتهم أيون كسر وعي أو حالي راضي إن دخلها هذه هو بلغوسية دخلها مسوي علين كرتيد دولة دارن ودولة ثوادر إن دخلها بدن مهري دوت مرك أبي أحمد علي سوين أيو وجهها إن دوات بدن أيو لا كل ما يا إن جبلا معارض كله هو بينا يعني ومد مدرس سعتي هذا نمش هو نحسن أي مرسى جبهة فانو حالي كرا وبجبهة أود بدن هذا وحتى تقرأ الدجال ككل أيها تقولان ما دام سبلارن وين أيو ذا مرك أبي أحمد كرا رول به وكفشل waas ma hadsantay go'yo laakiin arintan warbaahinta dalka Ethiopia iyo dawladda federaalka Ethiopia ee maartay dhibka dagaalka ka dhaxeeyo wax war ma ka hadleen oo xaaladan maadaama ay tahay xaalad ku soo kordhay dagaalka dalka Ethiopia ga socday ee ciidamadii dawladda Ethiopia ee markii hore ku fashilnaa ee dagaalka ay kula jiraan ee faaro wax ee ka hadda ma jiraa dhanka Ethiopia bartamaha maadaama heshiiskan uu saacado ka hor soo baxay u dhaxay masaarida يا نمكن دجال حكم كل جهة دولة إثيوبيا. أنا أبي أحمد وحال الشيء إنه ولع بدن ودوين بدن أو سومالي مصري يلتريا. إذا كعشرة يلقون عاونا معارك دلك إثيوبيا وحنا شيء قاب كل جرتج لها إن فلك هذا الجرا. مثل كله مجو جنكرا أو هذا هو كاس السيرة يلتريا حد كذا هي محردة. عدوا حس مجرتوا عدوا ما إثيوبيا مجو قال. مرك هو كاس قاب لوجو جنكرا ملحن إلا يلتريا يلقرين شيء مصر أو ليرادة. ورحلة قوجيه هو كنا مكان كداي موجي سكر لوجو جنكرا مجرت. مرك إن وحالة فشل وعي أبي أحمد هو على عليك إن سركيش ركوي وحير النمي هذا قال في عن مجلسان أنا جوان ورث الصعدة ودن كان بربر وعي عالم كوه خيرني نقال وان دربنا إلا هاد واحد نسوي قارملا سيد راد وحير هذه دماشنا وكل تجدونا هذه كل الدفاع ودك بربر نكير عليه إن ساند من ترن واحد ستان إسكع عليه نمن كان فانا ذا مال بسوق ولا عدمه كل الدارمي ما عدمه كل الدارمي مرك حالة أبي أحمد وعلوس تاعي إن وانا أمسين هاي إن مر أي نقطة بقى إن ماشى لقى ساردون وأمسين زبطوا حولي هاي قابكوا حصلا قابوا نحسن ماهي سركيش مرة البوب بدلا أو سركيل عصوب كنا حولي كوه هر إن وحبي قبوا وين مركا مركا لقى برهان الجولة سركيش هو عبد دولياش نمان ما نقول بلا بدلا وحلو بدلا شكي يعبسي أو مركا سلاقي قبوا إيه معارك لا شقينا يعني معارك لا شقينا إنك تاسد أبي أحمد كل سنة درا يا مركا سكورة لطاي حتى وحلو ليه مدحتوا إذا رد كوه ردي أسرع ما نقول بلا بدلا وحلي هاي لما أمسنه إنه وحب مالينا لوم علينا أي وشرا يلاركي مقاعد سورة تجن هل كاسكو شرا ينمرك عبسي وين رمانين أي أحمد أكيد جستلامه وقال والله لا سعده ها مركز تاسنا على سوين كوكانتي مركز أبيه حلي دلك إثيوبيا وبربر الدونا لكن يوصل جدا بيني هذا بربرة أنا قداشين يعني معناها لقى عقد تاسي وأمسين وات ما تنتهي قولي وسيدو كراي حقا قفانا أي أولي دقالك قلوة وين كوه قامنا يا يدو يدقال حلقة أي كسعونا ينتيقان ندا أحمر دا قودة هامبا فانا يا شكتي لما فرموت ودقالك حقس وكسعونا يا إنا قلوة وين كقارين محابيس إي آدو ترابدن رعيدن كدولة دانا يقعانتو كوهيان بقول لال سراكيل يسراكيل حقيننا من ترقى إثيوبيا مهيمت كل أحلحانا أي قعانتو دا كجيران حسيشي دولة إثيوبيا يا قاضيسا weerar aad u adag cir iyo dhula oo kala joogsi lahayn oo lagu doonayo xogagan awoodooda in lagu weeqo dhalinyarada axmaarada ayaa si maalinlaha ugu biiray ciidanka faaro si ay uga garab dagaalamaan iyadoo muuqaalada soo baxaya ay marba marka ka dambeysa ay muujinayso inay awoodda faaro ay sii kobcayso maadaama ay waxay la dagaalamaysa ay tahay dowlad hal milyan ka badan oo maleeshiya iyo kamaandooskeeda soo dagaalgelisay abi axmed ayaa isku dayaya inu wax walba uu ku xalliyo dagaal oo kaliya Ethiopia uu ku joogo qoriga afkiisa xal uuna ka gaarin gabi ahaanba in Ethiopia nabad ka dhalato Abi Ahmed oo toddoba sano ku dhow jooga ayaan gabi ahaanba habeen dagaalka raakinin iyadoo dagaalkii kasoo bilowday Tigray uu wali taagan yahay xaaladuna ay u badan tahay inay dhal u dhacdo maadaama qoomiyadii dalka Ethiopia la arkeen faa'iidada iyo khasaaraha Abi Ahmed Ramadan ayaa arintan walaac badan ka muujinaysa ما دام أبي أحمد والدجال كوسية تدريج، وده بدأ كله يتورر كأنه كم قلت دون تان لو حاكم ده، رئيس الوزراء دل كيتوبيا دكتور أبي أحمد هي قطة ركرهضي دل دل كجبوتي
سوى شيء هذي جوجو إذا جبوت نادعية راي وضو يكاد كهذا كإثيوبيا إن عقاب الدوران يبي هانا أي جبوت عين خندونتو مل مدقية ضلكم أي كده الدوران شعب كاسنا وشري إن يجريتان كله كحرنيا إثيوبيا ولا شكل يال جبوت يا مدبر ولا شقي مناكسنا نلا هيدا ضلك إثيوبيا حصي الشيء أنت يا الصومالي سوكب علي أما الصومالي يعني نقطة ميلا يدقوا عن كذا نبتها قادم كرتا أما كوها ذكرتا قد كذا في توغا أي بدا دولة جبوت قد يدو غني فادي نيسا إنا كواس بعضو دل كاسي إثيوبيا ساحبك الجوني أيام وحكوا يدينا يا رواق كسو على أبي جبوتي وحكا جوابتي يا حالة آت خوا عكرم إكاد أحتاج لبادا قولي وصولو محبير أبي أحمد النبي أحمد عقدك تلفون كل حريري إنك لقوم جعاب اسمان عمر قيلة صق وشيا جي إنه جوجيو صاحب تنمد أودونا ينون ليه شغل كإريتريا وعند شغل إريتريا السنة هندل ونكسن أفوار كل سنة هندل ونكسن أي قدر بعتلو جيس جبوت لون لقى هستو مركانا إن محبس لقى هستو إنه مركا يرادو إنه حلش ينيا إن أفوار كي صور قال ما إن مركو عشيا جي وحكي قد جي إن وحول بإسبانيا أو كذا نهدولة إثيوبيا إلى جبوت فرح كلا بحدا أبي إسبانيا عمر قيلة عشيا جي إن إسبانيا جبوت إلى يرنا سين إريتريا يسومالي يمالك كلبا إن سنقول سين أبي أحمد جبوتنا أرمي إذا هو طالع إذا عدة ليشينا سعيد له دجال سنة أبي أحمد على قرط سنين أبي أحمد سلم مركب واحد أخي وحنا يراهي ونكسو يرد دونا كرنتونا ونكاجر دونا هذه جوجو ويسو حرك الله يرنا سعيد وإثيوبيا سيدا صار هذا القديم مركب تاسو حكيت لهم قرطا إنه جديدين هاي إن سبعين أفراد وكسو درسمو هشيس كان إن سده جسود كا وقولوا مركب كان كذا كسي تاريخ هاي إنه مركب سبعين كلاشنات وسوق له جديدين تاسنا ويسو حتى حتى ودم هذا يوانا iyo burundi iyo kenya ayaa xataa lagu soo daray isbaysigan maadaama xasan maxamed oo ayagana tagay oo kana codsaday in ciidmada si joogi doonaan soomaaliya qayb kamida een arinta abi axmed oo wadan ay ka waantoobaan isla xir la yeelanin wabiga babal mandab iyo abay een maxalla waxyaaba lagu sameeyay wabiga een abay inay joojiyaan marka waxa golad waxay ila tahay in abi axmed oo macalla soo istaagay warbaad isbaal umar geelo oo waxna is fuulay u leeyahay jibuuti daneeda ayda u gaara wax ka laga la tashanayna ma jiro marka wuxuu ilaabsay abi axmed inuu dagad wax kala soo dago jibuuti ay leedahay jibuuti in la weeraraysan sahlanayn oo intaas oo kun oo ciidana oo ajaanib ay joogan in ogolaad doonin in Ethiopia weerarto marka xaaladu ma sahlanayn shido wad mahadsantahay ee gooniyo ee jibuuti iyo dowladda Ethiopia muddo dheer ayuu xil wareysan ka dhaxay wala waxay ka mid ahayn labada dowladood ku midaysan shirqoolada dalka Soomaaliya jabuuti inay maanta ay dulmaro noqoto Ethiopia oo la heshiis magli kartid soo kaba dhigna ee madaxbanaanta dalka Jabuuti inay xor ahayn ee arrimaha siyaasadda abi axmed xalbo isku dayay isku day waa moogi hadda in abi axmed in waxba kama qaban karo dalka Jabuuti laakiin wuxuu isku dayaa inuu fashiliyo eletery iyo Jabuuti inay heshiiyaan oo diiday sababtoo laba dowladood kasto oo asiga daris la inay cul yihiin oo xorwa Soomaaliya iyo Jabuuti isku dhacsiin جبوت يالتريس كده عسين سودان يالتريس أركري وحرو وده بكستو حدود له أنا إسكو عسين الجعلي هاي وأصير كليه أنا مركز ونوض لقاط مركز تاسلا وكوفش المي ضل أصير شيء سلاه ما أنت مجرو مركز جبوتي إن قابله هو الرئيتو بكورة مجرو تو بيعدي ويركر جبوتي هل كاس مليون مرة عنا لهاد بقول لا تن مليون هاد دقيلة دول كاس وبدنا إسكو باب سنة لكن واحد لقوا بقيا إلا تون دول دول أكل دول وقوده عالم كأي هاد دقن هالكاس مركز إن الله صو ورئيسو هواستان وحاول الحين قناة تو بيقول بربريان قناة ودب dulka lagu dari doon sababtoo ah suur galma maraykanka faransiiska ingiriiska ee china intaas oo wadan ayaa ku soo kula xarumo mid kasta waxa ku joogsan 1920 oo ciidana guliba in waa cabsi weyn oo abi axmed markaas uu ka heeso dhanka jibuuti laakiin muqulo tahay inuu dhaafil abi axmed uu awoodo inuu weeraro ciidamada iskaga baxaya oo markaas ayaguna waxa way bariga afrika ay kala socdeen xaaladda dhaqaaqeed oo dhaqaale badan ay jibuuti siiyaan wali kasta sanad kasta canshuurad ayaa bixiya marka ma sahlano abi axmed inuu ku degdego jibuuti shido waad mahadsantahay gooni xogo waxaa soo baxay dalal Ethiopia kala shaqeynaya hagaadamada Soomaaliya iyo sidee ay ciidamadeeda ay u xoojinayaan gudaha Soomaaliya jooga iyo sidee Ethiopia ay siyaasadeeda hadda Soomaaliya wax uga bedelay oo Ethiopia ay noqon qoonin dal laga saaro gudaha Soomaaliya ama gabi ahaanba siyaasadda Ethiopia gudaha Soomaaliya in xididada loo siibo la leeyahay waa fashilka Ethiopia ee maanta iyo awooddeedii ee bariga Afrika oo meesha ka baxaysa dalalkaas waxa ka mid ah walaal dalka UK oo usbuucan gudis laba jeer oo fudud soo kala diray baa la yiri hadda rajisari hore la soo diray oo fudud kala hadan la soo diray la leeyahay dawladda ee Ethiopia mar rabno in ay Soomaaliya aad siyaasadina ay ka dhaxbaa dadku si aad ka sitaan barnaamijkiini MOU da siyaasadda Ethiopia ee Soomaaliya gaashaan buurba yara doonta ayada kubci doonta dadku ayagaas ku tashan doona Soomaaliya dawladda noqon doona marka si ay Soomaaliya dawladda noqon Ethiopia waa inaad isjiljilcisaan
ودي بصلاة بتاعك علمني نسيب السجوان يا سومالي السامي تدخل أي شيء جوبته لكن هذا كوسة أتكستان برامج سومالي وهذا اسمه إسا سومالي وجدها وجدتها وحكم متى مالي إن سومالي آخر مركي بطنية سمين اللي جوز ده لكن سومالي درس كل أحفظ على سياسة دولة والله قص خسر أحفظان بحال اللي يخطر وين بالوجيد دولتان أردت أسوي كمان على تنمو متدير الخرني وارون نشده ودم بدن الجرو سومالي هجر دامين كوهايو إن ودمك هذا الشيء السيوك يقال وحير الله لذعي دلك كيا دلك كيا وحدرس ليه سومالي إن من الربان ودمنا أن الربان إن سومالي عاجز كتاعك تيو كم دين ودمنا درس كام مركز تاسو حكينا سا إن مركز الله تاجره إن يتوبي ودمنا كله إن تاجره موجود دولة يو كم مدة يكام سنة أربعة هم يوجا وإعلن يسي وحنا كده رم كرت هالكاس إن دواتو وإن مركز كينا سو صوبتنا وحيت هاي إن كوكان عسنين قاب كوحوس على نام سومالي عاجز كتاعك تام سنة ملتري يعيدا أي لا تين سكوكان عسنين أي مدة ولي بحاول أساعد تاجر وجو جرتو بنك أي سومالي iyo maxalli raadada qoladan ee Ethiopia inay xirna wajir jirta umalaysa madama marar badan aysan si toos arima Soomaali waalin xirro laagsan doono Soomaali ee la lahayn marka shir qolal la dhigay adduunka wadan badan ay maleeyaan wajira sida Imaaraadka Carabta iyo wadanka Yuhuuda iyo wadamo kale oo far badan laakiin hadda waxa ka awood badan inta Soomaali u heelinayso ayaa ka tira badan oo hadda Soomaali dhahay waa saxsantiin heegan gala ciidamada diyaarsada hub qaata wax walba sameesta dalkiina ilaa shir inta dhaysa ka badan marka UK iyo Ethiopia ay soo raacan xitaa Soomaali waxba kama qaban karaan Soomaali hadda aan sanad military ibsan kartaa diyaarada soo ibsatay wax walba sameys kartaa wadamo caalami ah oo laga cabsado bariga Afrika ayay shis la gashay marka u malay ma hadda in UK wax gooni ku soo kordhinayso in Soomaali hor istaagto waad mahadsantahay gooni oo sidoo kale waxaan tirayna dowlad deegaanka Soomaalida oo xaaladu marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa afayenka oo wareer laf cadaani hir mooge ayaa markala farin culus shacabka deegaanka Soomaalida hawada mari cadaani hir mooge ayaa waxa uu sheegay in ay la socdaan daraaqyada ka soconaya dowlad deegaanka Soomaalida iyo kulamada ay yeelanayaan wada dhaqameedka deegaanka Soomaalida iyo waxa lagu magacdaray commissionka shir weynaha qaran ka qaban doona dalka Itoobiya cadaani wuxuu yiri hadaanu nahay xisbiga mucaaradka hadaanu nahay gabi ahaanba ku hadlaha shacabka deegaanka Soomaalida haddaanu nahay kuwa codkooda aan la gaban odaygii ku dhiirada in untu aad sababa diyaarad ka raaco jigjiga tago ka soo muuqda shirkaasi sheega inuu dowlad deegaanka Soomaalida isagu matalo qalin ku duuga xuquuqdii deegaanka Soomaalida u saxiixa weeraro cadowga waxay noqon doontaa baal madow ood gashay meel baana lagu qori doonaa diiwaangeliyaal aad u dacas cas ayaana jooga ee maaragtay ee gabi ahaanba wuxuu sheegay goob kasta oo ku sugan tahay ururka ORLF waayadii ugu dambeysay wuxuu waday dhaqdhaqaaqyo uu ku doonayo inuu mar kale dib u jabhadeeyo waxaad ogsoonaydeen waqtigii ay jabhadayntu socotay ma jirin odayaal arrintan oo kale ku dhiirada ilaa odayaal la qasbayay way jireen wada wixii Itoobiyaanku ay qaban jireen ama gamagamaha ama shirarkii isfashilidaha deegaanka Soomaalida uu ka jiri jireen odayaashana waa qasabay ku ahayd cid walba dimuqraati bay ka ahayd laakiin oday kasta oo ku dhaqa wax masiirka ummadan khatar gelinaya diwaagaas talaabo ayaa laga qaajiray marka waxaad mudahan jabalaha ka soo baxaya wadadii in dib loogu noqonayo oo la iskula xisaabtami doono oday kasta oo dhibaatada qayb ka noqonaya halkiisa ay baahishu ay sharcigu ku qaban doono marka waxa la leeyahay odayaashii shirki ka qayb galay dhammaan way kala dhumanayaan hadda maadaama jabalaha isu dirayo la yiri cid kasta oo arintaas ku dhiirata maal almaantan ayuu sharcigu qaban magacaagana waa la diwaan gelinayaa waa cabsi weyn iyo gabi ahaanba dadkii oon hadda hawshu ay ku cakiran tahay ayna noqon doonto dee maartahay laba dab dhaxdood ciddii gasha dema wey labada quri isku dhacay dhaxdood daas taagto dema maxbad way ku haleelaysaa marka odayaashii maadaama dowladda deegaanka Soomaalidu ayna ku lahayn door weyn shirweynaha qaran laakiin ceebaabulka oo inay odayaasha la dhiirigeliyo waxaa la rabaa in wax laga saxiibo odayaasha oo la dhaho shacab weynaha dalka Itoobiya ayaa arrintaas u codeeyay waxa loo codeeyay waa dastuur waxa loo codeeyay waa isbeddel waxa loo codeynayo waa maartay mustaqbalka dambe ee Itoobiya wixii lagu maamul lahaa arrintaasi odayaasha cabsoomi ka wartay xaaladda degdegga aad ayaa looga dareemayaa gabi ahaanba amarka dawladdu ay bixinayso odayaashu inay dhaqaaqaan hor soconaysh ee ka qabgalan shirkaasi iyo ka xisbiyada mucaaradka ayagana ee ka imaray saaxiib goor ayaa dib ugu soo noqonaya gooryow hawshu ma sahlana marka dambe isku arkay isku shareysa laakiin waxaan rabaa inaan hal mar wax ka weydiiyo maadaama warka gabagabaysa aan marayno markanka muqdisho ku soo xidhnay muqdisho abaabulka socda ee maaso dhaweyntan hawshan maxay ku saleysan tahay
المركب كان هو مركب كي أسبوعي كورك صباح دار في تركيا ورجب دبي أردوغان وسمع سلامي وأنا مركب شيء ذا البارست كسمة الجودة الصوماليو كرهان إن قبل ذا إن مركز مدرك يو محلي ذا الجدود وركنوا حشقة إن بارتان كاسي إنه بالعون دوم مركب بريو حد عيد أنتو إنه مركب كسوجارو ما أنت يا دعيسة حفلتهم ها حفلتهم أنت يا دعيسة مركب واحد عيد أنتو إنه مركب كشغب بالعون أو هولوين أو مركزي إن أو معناها قل دونه بارتان كنا بالعون دونه دوان أسبوعين صو صعتنا الجواب ده تقول هيل دونه صومالي هذه الشيء ذا لو خذنا واسد الربي إنه حنا مش سوجاري سراكيل إن أدو فربضن أو مركز أدو ملا يسوع إنه يهين دنك هاي ترك جنا كيم ده وليبا وحباش كجرو إن وسير خيان كعشان دكا يسوع جاري وأسوق كعب قادم دانو أرد تاسع مركز سوماليا وهرمرة كت لابس تمر بعد الشيء ذا بارس لقى سمعنا وليبا عيد أيك بقى سبحان تأوى بقى سن الشيء ذا البارتنا إن سنجرين أيام موتا مركز حنا كرنا سومالي ترك جا هو شو ذا بلاون دانو سومالي دنو يقول ستة الشيء ذا كنوا القدي دانو هذا يا أبو ماسين يا حكوني دا وضي على نكرة وان ماسين تين كبي هم برامج كارين تايا كسوق كبي كبيرنا إنت أمرامج كان أمرامج لما يدا بقول مدانو سدا هنا الجري